مرحبا جميعا واهلا وسهلا فيكم بقناتي على اليوتيوب جيان فلوجز. صار لي زمان ما طلعت عليكم بفيديو بس كان صاير معي شغلتين ثلاثه ما كنت اكتف. واليوم الفيديو حيكون انه حجرب خلي التيتا جنات ترقص فورتنايت دانسز. يلي ما بيعرف شو هي الفورتنايت فيكم تشوفوا على جوجل او يوتيوب شو هي الفورتنايت دانسز. انا على كل حال حجرب حط الفيديوز هون او هون شي محل اذا قادر اذا لقيت جرين سكرين لالون. anyways ما طول عليكم بالحديث وتجارب. بدي اقول لكم اول شيء ميرسي كثير على المتابعين تبعي, صرنا 2630 شخص تقريبا. من قلبي بدي اقول لكم ميرسي كثير يا جايز اللي كانوا عم تحضروني. انا جيان فلوجز بقول لكم انه الفيديوهات تبعنا حيضلوا حلوين انا وتيتا جنات واكيد مع غير عالم كمان, بس هلا مين اللي حركز فيديوهاتي مع التيتا هون على اليوتيوب. بدي اتمنى منكم انه تعملوا سبسكرايب اذا حبيتوا الفيديو, تدعمونا انا وتيتا جنات بلايك وبكومنت, تكتبوا لنا شو حابين نعمل انا وتيتا فيديو المره الجايه. سو جايز مستعدين نبلش الفيديو. عن جد من قلبي عم بقول لكم انه انتوا احلى عالم, انتوا عائله جيان فلوجز. نحن صرنا هلا تقريبا تخطينا 100,000 مشاهده على اليوتيوب, وشغله كثير كثير انا ما كنت متوقعها. انا متوقع انه كان تفشل اليوتيوب شانل, بس انتو يلي نجحتوها وانتو من قلبي بحبكن. يلا جايز صار وقت هلا فوت بموضوع الفيديو, ليتس جو. سو تايتا انا كنت عم بقول لهم انه بدك هلا تقومي ترقصي وبدنا نعمل رقصات الفورتنايت, مستعدي انت؟ كست ما انا شايفني ما فيني امشي ولا فيني اتحرك. اش بدك؟ يلا ولو بدنا نعمل رقصات الفورتنايت هلا. سو هلا جايز انتو شفتوا التيتا جنات عم ترقص الفورتنايت دانسز. كيف يا تيتا كانت التجربة؟ عم تعمل رياضة قلم. عم تعمل رياضة. هيدي رياضة. هيدي رقص 100%. ميرسي كثير يا تيتا لأنه قبلتي تعملي تشالنج تبع الفورتنايت وترقصي معنا. العالم كلها بتحبك. شو بتحبي تقولي لهم؟ أنا بتشكرهم ميرسي كثير. ميرسي كثير. يلا باي جايز. بعرف ما اشتقتوا لي. هاي جايز بدي اسالكم اذا عجبكم الفيديو, انه انا جربت قد ما في خلي تايتا ترقص الفورتنايت دانسز. جربنا يمكن شي 10 رقصات طلعوا مهضومين اكثر ما انه بروفيشنال دانسز, انه ست عمرها 85 سنه اكيد ما راح تكون بروفيشنال. ميرسي كثير جايز انكم حضرتوا لنا فيديوهاتنا جيان فلوجز تايتا جنات والباقي, بنحبكم كثير. تنلاقي مره ثانيه فيديو جديد. يلي حابب يشوف فيديو على ذوقه او حابب هو يقول لي شو نوع الفيديو اللي لازم صوره, اكتبوا لي بالكومنت او حكوني على الانستا على جيان فلوجز. كان معكم جيان فلوجز. صار وقت هلا ودعكم. باي باي جايز.